تعالى لي حالا. استاذ لوحده جوا؟ ايوه. يعني الراجل اللي كان جوا خرج؟ ايوه لوحده. تعال كمان. اه. مال فين؟ كان مع حضرتك يا هميه في المكتب يا ريس. ماهر قاعد فين يا كمال ومش عايز استعباط؟ والله ما اعرف يا ريس. مش مهتم اصلا اعرف هو قاعد فين. انت اللي قلت له انه مطلوب؟ حاشا لله. ابدا والله. دي امانه. ولا يمكن خرج كلمه برا المكتب ابدا. امال هو عارف ازاي؟ معرفش والله يا ريس. يعني جايز حد من معارفه في دار السلام كلمه وقال له انه الشرطه فتشت بيته. يعني انت مش عارف هو قاعد فين؟ انا قلت لحضرتك يا ريس. طب انا عايزك تعرف. اعفيني يا ريس. انا ما عنديش طريقه اعرف بيها. وبعدين حتى لو كلمني يعني وسالته مستحيل هيقول. لو عرفت بالصدفه مش هقول يعني ابن عمي هربان فين. صح عندك حق. كمال انت نسبتك كام؟ نسبتي في ايه يا ريس؟ في الحاجه اللي مع ماهر. انا هيكون لي نسبه ازاي وانا ما عارفش اصلا ايه الحاجه دي؟ وبعدين حتى لو معايا ايه؟ وانا ايه علاقتي؟ يعني انا كبيري لو اتقبض عليه هبقى المحامي بتاعه. ما اظنش. على ما يبدو انه بيدور على محامي تاني، يعني حتى دي ما تحلمش بيها. والله يا ريس لو حضرتك المحامي التاني ده يبقى الواد ماهر ده بيفكر جامد. بعدين واحد يا ريس يعني انا كديها ولا كديها مع حضرتك؟ طب يا كمال انا عايزك تفكر في الفترة الجاية اللعبة هيبقى ازاي؟ عشان الفترة الجاية اللعبة هيبقى صعب قوي. من غير ما افكر يا ريس انا في فريق حضرتك. حضرتك مع وجيه انا معاك. حضرتك مع ماهر برضك معاك. بس يعني من غير ما ناس في البلد تاكل وش وتقول اللي بايع ناس. تمام. اتفضل انت. معلش ما تاخذنيش يا ريس. هو حضرتك نسبتك كام؟ كل واحد وقيمته يا استاذ كمال. طبعا يا استاذ.